الإعلام اليمني عبد الجندي رفض أي مناقشة لنقل السلطة طالما كان الرئيس علي صالح يتلقى علاجا في السعودية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قريب من صالح أنه أصيب جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة داخل مسجد دار الرئاسة. أما أحمد الصوفي المستشار الإعلامي للرئيس اليمني فقال إن صالح يعتزم عقد مؤتمر صحفي بعد يومين رغم الجروح التي أصيب بها. الرئيس سيظهر على الملأ خلال 48 ساعة القادمة رغم خوفنا من أن تكون الحروق التي على ملامحه وفي مناطق متفرقة من جسده حائل دون أن يكون هذا الظهور بالشكل الذي تتوقعه وسائل الإعلام. معنا من صنعاء عبد الجندي نائب